السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مصطفى عطية، والنهاردة في هذا الفيديو هنتحدث حول كيف تصبح إليجنت أو شيك في ملابسك الرجالية الفورمال. مجموعة من النصائح التي يجب أنك تراعيها واللي بتعمل فرق كبير جدا في أي شخص بيرتدي الملابس الفورمال، فيلا بينا. واحدة من ضمن أهم النقاط اللي بيتم التركيز عليها على أي شخص وهو بيلبس لبسه إن هو يكون لديه مجموعة من النقاط التي يجب إن هو يراعيها علشان يبان إن هو فعلا زي ما بيقولوا، والمصطفى ده لشخص هو اللي قالها لي، ان هو باين ان هو شخص باين ان هو مستحم زي القمر، شكله حلو، شكله شيك، ريحته حلوه. طيب ازاي الحاجات دي بتبان؟ بمجموعه من العناصر التي يجب انك تهتم بيها. اول حاجه الجود هايجين، ما ينفعش ان يكون لديك نوع من انواع عدم الاستحمام، ضوافرك ما تكونش مقصوصه، تكون لديك ريحه مش نظيفه. حاول ان دايما يبقى كل يوم عندك جود هايجين، عندك نوع من انواع الاستحمام، غسول الراس، ان انت تقص ضوافرك، يكون لو في شعر زياده يتشال. حاول دايما انك تكون في جود هايجين او لديك نوع من انواع العناية الشخصية بنفسك، لان ده بخلاف انت تلبس ايه ولا هنتكلم في ايه، دي اول نقطة وده الاساس. ان لو انت لابس ايه وجينا قرب منك ولقينا ريحتك مش نظيفة او كل ده بيبان من المستوى الخاص بالنظافة الشخصية بتاعتك، فاحرص على ذلك. تاني نصيحة من المهم جدا انك يكون عندك فهم ليها، وهو ان دايما يكون ملابسك مكوية ومرتبة. اسوأ شيء ان انت تلبس بدلة او قميص او تي شيرت ويكون القميص ده مش مكوي او مش مرتب. حاول دوما انك يكون هدومك مكوية وتكون نظيفة، تكون مغسولة وتكون مكوية. في الصيف طبعا بيكون الاشياء دي مجرد لبسة واحدة، لو انت القميص هتلبسه خلاص انت لبسته ونزلت بيه، اطلع اغسله بعدين يروح للمكوى علشان يكون لديك نوع من انواع النظافة الداخلية، وكمان يكون لديك نوع من انواع الترتيب لملابسك. ثالث شيء وهو انك تذهب الى الشخص الذي يقوم بنوع من انواع التأييد او نوع من انواع ضبط الملابس لابس عليك، تروح لشخص يكون لديه هذه الصنعة. حاول ان تكون البدلة بتاعتك، القميص بتاعك، البنطلون بتاعك يكون متأيف عليك، ومش متأيف عليك انه يقفزه لك، ولكن حاول دوما ان يكون ملابسك منسقة. لو انت عندك قميص زيادة شوية، لو انت عندك حاجة ملهلطة شوية، البنطلون لغاية تحت والكسرة مكسورة بشكل مش كويس، حاول دوما ان تكون الملابس جيدة عليك. اغلبية البدل بتكون محتاجة ترزي يعيد عليها وينسقها، فدوما حافظ على هذا الامر، نظرا لانه بيكون لديه عامل كبير جدا في تنظيمك وشكلك امام الناس. لا ننسى ايضا ان الشخص بيبان من الحذاء بتاعته. لبست بدله كويسه وريحتك كويسه ونيجي نبص على الشوز بتاعك نلاقي متطرب وعليه بواقي وشكله متهالك. حاول دوما انك يكون عندك حذاء كلاسيك يكون شيك. حاول دوما ان دايما يكون معاك ملمع الاحذيه في شنطتك، في درجك، في المكتب، في البيت عندك ثلاثه هم، طول ما انت ماشي تبقى انت عارف انا وصلت المكتب على طول هطلع الملمع. ودلوقتي الحال الملمعات بقت اسهل بكتير، تلمع على طول لو انت في الشغل، لو انت رايح مشوار دايما في شنطتك، رايح اجتماع دايما على طول تكون جزمتك متلمعه، علشان اسوأ شيء وانت لابس ده والناس تشوف الشوز بتاعك او الحذاء بتاعك متطرب او غير نظيف، ده بيقطع تماما التواصل معاهم. فحافظ على النقطه دي ضروري جدا. لن ننسى ايضا ان الجرافات بتلعب دور كبير جدا في اناقتك. اسوأ شيء انك تكون عندك جرافات كبيره او واسعه زياده عن اللزوم، او جرافات بلون داكن او اسود او خلافه. حاول دوما ان يكون الجرافطات بتاعتك مبهجة ذات الوان شيك، كذلك انها تكون خامتها خامات نظيفة. حاول تجيب الموديلات الحديثة مش الموديلات القديمة بتاعت السبعينات والثمانينات، كل الموديلات القديمة الواسعة والعريضة جدا دي اختفت واصبحت الموديلات الحديثة رفيعة ولديها نوع من انواع التناسق. كمان ما تكونش اعلى من المنطقة الخاصة بالحزام، حاول انك تحافظ انها دايما تكون ماشية بهذا النمط، ويكون المنطقة الاولانية في الجرافات تكون دوما اطول من الجزء الخلفي. كل ده هيساعد على ان شكلك هيكون منسق ومهندم. لن ننسى ايضا من ضمن النصائح انك يكون لديك استخدام للبوكت سكوير او الجزء اللي بيتحط في البوكت لجاكيت البدله الحين، ده بيعمل فرق كبير جدا. حاول انك تستخدم الفيتشر او الميزه دي، انك تستخدمها دايما نظرا لانها بتعمل فرق في شكلك ومظهرك. ودوما تعرف ان البوكت لازم يكون مختلف عن التاي، ما ينفعش انت تجيب مثلا زي المثال ده تجيب التاي وتجيب البوكت بتاعها بنفس اللون. الموضة دي الحقيقة غير مستحبة تماما جدا في الملابس، فحاول انك دايما تحافظ على ان دول يكونوا موجودين بشكل ما متناسق وليس مختلف. زي ما انا لابس زي قدام حضراتكم هنا بلون ابيض بلون القميص، والجرافات هي ماشية معايا نظرا لان فيها نقط بيضة، فده ادى
تلاقي لان شكلك بيكون شكليا حلو. اخر حاجه يجب ان احنا نهتم بيها طبعا هي ان انا اضع بعض من العطور، لان ده بيعمل فارق كبير جدا. ضع رشه من العطر بيعمل فارق كبير، راعي ان العطر لا يكون شديد جدا او ممكن ان هو يؤدي الى نوع من انواع الحساسيه، هيؤدي الى ان شكلك امام الناس هيكون ورائحتك وكل الامور دي بتعمل شخصيه رائعه جدا، فحافظ عليها. مره ثانيه هنعيد العناصر المهم جدا انك تهتم بيها. اول حاجه حاول ان تهتم بالبيرسونال هايجين او النظافه الشخصيه، ودي اساسيه ويجب ان لا يكون لديك نوع من انواع التنازل عنها، سواء ضوافرك، شعرك، تحدد دقنك، تنظف دقنك، تعمل دش، تاخد شاور، كل الامور دي بتعمل فارق كبير عندك. كذلك حاول ان يكون ملابسك مكويه ونظيفه واستخدامها بشكل متوالي. كذلك راعي ان يكون لديك نوع من انواع الذهاب للترسي لو لبسك ملهلط او زياده عن اللزوم او البنطلون بكسره او خلاف. كذلك لن ننسى ان يكون لديك نوع من انواع الاهتمام بكيفيه الوضع للتاي، الجرافات وتكون مبهجه، والبوكيت سكوير او الجزء اللي بيتحط في الاطار الخاص بالبدله. ولن ننسى ايضا في النهايه ان احنا نضع بعض من العطر المميز، وان احنا نلمع الجزمه بتاعتنا ونلبس ساعه، وتكون الساعه ليست كبيره جدا ولكن ساعه كلاسيك وساعه شيك. كل ده هيؤدي الى انك هتكون افضل بكتير جدا عند ارتداء الفورمال. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا تنسوا الاشتراك في القناه، ولا تنسوا في حاله وجود اي استفسارات شرفنا رد عليها في التعليقات او الصفحه الرسميه على الفيسبوك مصطفى عطيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.